كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، بينهما مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا. فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. هذه الدور التي يمر بها العباد: دار الدنيا، دار البرزخ وهي محل الانتظار، محطة انتظار، ودار القرار. والله جل وعلا يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل هي مثل الزائر اللي يزور ويرتحل، جعل المكث في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل. لكن في فترة وجوده في القبر يأتيه ملكان، أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ما هي مثل حياته في الدنيا، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إذا أجاب على هذه الأسئلة نجح، هي بس سثيرة مثل ما عندكم بالامتحان أوراق سثيره، لا، ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن قال: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، لا يزال في نعيم منعم في قبره. وهذا أمر غيبي لا نعلمه، لو فتحنا القبر ما وجدنا شيء، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر، فأمور الآخرة ما في الدنيا منها شيء، ونحن في عالم الدنيا. هو يعذب وانت ما تدري، يعذب وانت ما تدري، لأنك كنت في الدنيا وهو في الآخرة، وإن كنت تراه ولا تشوف بالقبر شيء، هذا ما يظهر لك أنت، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. طيب أنت الحين اللي بجنبك، واحد بجنبك مسرور، بجنبك الثاني واحد مهموم ومنكسر البال، وش السبب؟ ما تدري وش السبب، أنت ما تدري. ويقولون بعد فيه مثال جديد، يقولون الآن أسلاك الكهرب، كهرب سلك معطل ما في شيء، سلك يشتغل، وهن كلهم منظرهن واحد وبجنب بعضهن. هذه أمور لا يدخل العقل فيها، العقل ما يدخل في هذه الأمور. أنت تشوف الكهرب، أنت لو قطعت السلك ونظرت ما تشوف شيء، مع أنه يشتعل نار شديدة تحرق، والخط الثاني ما في شيء، ما في شيء تلمسه، وهذا لو تلمسه صعقت، مع أنه الهرهن واحد، ولا هذا ما في شيء تشوفه، ما هو كل شيء موجود تشوفه، ما تشوف كل الموجودات، فيها أشياء في الدنيا ما تشوفها، أنت تشوف روحك، تشوف عقلك، ما تشوف هذه الأشياء، تشوف الجن، ما تشوف الجن مع أنهم موجودون، ما هو كل إنسان كل الشيء اللي ما يراه يكذب فيه، هناك عوالم وأشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومنها عذاب القبر. فالواجب أن الإنسان ما يتدخل بعقله في هذه الأمور. أما إذا قال: لا أدري، لا أدري، من ربك؟ لا أدري، من نبيك؟ لا أدري، ما دينك؟ لا أدري، حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وخطيب مصقع متحدث مفوه، لكن إذا كان ما عنده إيمان يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب، يعجز عن الجواب. العمدة على الإيمان، ما هي على الحفظ ولا الاطلاع، ولا العمدة على الإيمان.
ولعل الذكاء. العمدة على الإيمان. فالمنافق يقول لا أدري، مع أنه يكون عالم في الدنيا متضلع حبر، لكن عندما يسأل عنها المسائل يتلجلج، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سمومها وحرها، ولا يزال كذلك، ويفرش له فراش من النار. عذاب القبر، عذاب القبر أو نعيمه هذا ثابت في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، في القبر لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه إشارات إلى عذاب القبر. فعذاب القبر متواتر، الأدلة فيه متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص وعارفا لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر، لكن يقال إنه ضال يضلل ولا يكفر.